حقيقة بتاع هدوء بتاع سايلنس للشهداء بتاعنا سقطوا هنا في فيشالة ولمعوقين بتاعنا كان هنا في فيشالة في الزمن داك وفي 24 مارس. فنقول and we observe a minute of silence. السلام عليكم. انا عاوز ان في فشالة اليوم جاتمون مت كفرنا بيرا فشالة بتين وانا اسلم انتم كله ونا ماذا بير انا سلم سلطان اغادا نيا ماذا تو وسلاطين كله كنيه بيت كوري بيت الناس الكبار كجي ما دونه نسوان بتاعنا كمان مو الشباب كله كبوري ما ترو انتم الجو اني في فشالة انا عاوز انتم باللسان بتاعكم تسلم كل الجماهير الفضل في المحلات في القرى ونينا وفي شلاك عن بيت اقوية ونين كفرني نين مرمو نين بان نين اقوية بانجي ما نودون وق نين جبو اطوة كفرني دي نين مطو مرم مرم وكتو بانجي انا كوب السلام بتاعي لهم كله انه نحن قبضنا في شالة وقبضنا في شالة في مرة تانية ويا بتكون اخر مره بتو انا ما بشاكل اني تاني في فشالة مره مره اميرا جري بفر منا ما با فشالة او ما فشالة ممكن متجو جاكن مودل متجو جاكن ده مول لين فشالة انا برضو نسلم اخوانا في اثيوبيا مره مره اصدقاء بتاعنا مره مره تو اميرا جوم وغني لو اوكي جاي اثيوبيا اليوم ده يوم عظيم بيتي انا دي تشنج موقف تشنج متي للشعب بتاع انواك وللشعب الجنوب وللشعب السودان كله بيتي بري تشنج متي كفر انوا كفر جن جنوب السودان بر كفر دي السودان كله عشان سقوط بتاع فشالة معناه نحن بالاكيد بحقق الاهداف بتاعنا بتاع الاس بي ال ام اس بي ال كفر كل مره فشالة كمو نوقف ريتي ريتي رو كبر كابير بكلا كان كمو كير ريتي وكرا جميل بكون ما في تاني حرب في منطقة نواك لين بوغو تاني بوغ لين بوغو مويا نواك كان كير وحيكون في أمن حيكون في سكيورتي في المنطقة فاقني تو انيا تو بكيو في نواك وقن مكير يتو كمو نبوغو شكلة تاني بكون ما في بوغ لين نو بانو كير بكلا كان المحل ده محررة كان ينو لين مراتم أدو ما في نمناي انا بكلم في موضوع دين انا اتونا كفر جيوغ لكن عاوز نرجع للوكيشن ده المناسب ده انا ادوا يلوبو ناتو من رومو غد تي كفر يو تاوني انا اتونا بر مناسب بتاع رفع بتاع عالم بتاعنا كفر تنجير مال بير من فين مال او عالم بتاع السودان الجديد با علم بير مانا بير مر مرجال سيلي مر سودان مانا دما بنزل تاني بير مانا بين كنت نحن شطبنا قبل يا وداغ على العالم بتاع السودان القديم نحن شطبناه قبل فبيرا ما نكادد ما ما السودان ما نورو انا اتودد راني ما نكيب بمتجر كده ورفعنا بتاعنا فما واش يوم يا عالم بتاع السودان ما نو ما نيانن ده يا السودان ده خريطه بتاع السودان ما نغو ما نغو بمب ما السودان من غنا وده يا عالم وده يا عالم بتاع السودان السودان الجديد من ده مر بير مرجو السودان من نيان بين بمن نو هنا ميب مرجو السودان بر انتم بتشوفوا الالوان هنا فا لون جوه كت كت وراي بو كت مو تيودي فوق اني في لون اسود مال كان كده من اجل تجيب جه بكده ماري كو يجلن كلام ده واضح نحن اسم بتاعنا السودان كفر واني كده منين هو انا السودان
السودان ده يا جماعة بالعربي معناه أسود. قلنا شل السودان هنا سودان بين الدانة مشل قلنا شل شل مشل بين شل السودان. فأنا كود لون متابلت بتاعنا هني. فكده مرة أجيبه مرة فكرة وانا شل شل بين السودان. ده ما حاجة يرقية. فاقين مو 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 مو. ده هو اسم بتاعنا. بين ينغوين وانا ينغ السودان. اسم بتاعنا السودان. ينغو السودان. في ناس تانيين ينافوا خرطوم بقولوا كده أسود فوق ينقل. I don't know. اللون ابيض يا وانتم بتشوفوا فوق هناك لون ابيض معناه نحن في السودان نحن ناس بتاع سلام فكلو من ترن وانا السودان كان وانا جو وانا جو وانا جو وانا جو ما وانا ابا جولين we are a peaceful people we want peace وانا وما نا جن ما جت ما وق ما ببون لينج لكن كان في زول قرز نحن نحن بمشي في الحرب ده يا اللون الاحمر الفولون اللون الاحمر طوال لكن الحرب لين مش لسبب بتاع الحرب ده لسبب بتاع السلام فلين وكفر وكل لين كفرني نجنوا غنين لين ما انا نيتي من داك ما جاني من تونس انا بمشي في الحرب عشان كرامه بتاعنا قرسوا عشان احنا قرسوا لكن بعد الحرب نحن برجع في سلام That is the meaning of the second white. Al-Abiyad number 2. Maya kalni gono wono lankeling. Kidito mutarto belini do remon kiru manata raitik. Wala no lokki je wono unum ne go chani o kiru no chan. Kan fi salam nahna bamshi fi lon al-akhdar. In kidito mawe par mana no ni pen le chum o abang ginni tum ne maran kiru man maran. Da tanmiya da resources betana wa tanmiya. fa manno beti fayo ke jammi wo ke tan jellum ke je jenni de kido marane marane go wana anana hajat katira fil balada yoda jammi mo fof fany man anana zed yoda maw anana moya yoda fi anana samak yoda rek anana zahab yoda warke anana aradi zar'iyya katira yoda mo ma mo fof mo fof dag fa mam mam afrod na ju' تقول أني أقبل أقبل إن ما ديتم لا ما مفروض نكون مساكين أبو دوتم نوكان لا يا مانا بتاع اللون الأخضر لا جنا جنا كده ماني مرة نكتب تاني كده في الطرف هني عندنا مثلث ويا بترينجل مع بلو فا ك ك ك كيا مورين ده جنا ده كده مر ما مرة كده جنا كل جار أنا قوي كده عن موري كده وفوق وفي نجمة أركان وبرد كيرو كا أصفر كيرو من نبا بابا الترينجل المثلث ده الزهري ده this blue triangle is a sign بتاع وحدة السودان. فجينا تي نانا نانا كبر كريمان نوتيونا نانا نكيرو تيجيانا كبر ب نيجي السودان نكمن أشياء. نهر النيل بمشي من نملة لكاد حلفا. فا نامنجا نقولني إني جا أيوه في نملة كم أنا تيسون كاني 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 كلال. وده كله أراضي بتاعنا. ما أنا قبل مو مربع. ما في محل فوق ما النيل نهر النيل ما بمر فوقه في السودان. فا بمكان نعم لو يقولني مين بمكان ما هو عادي جا هذا الورا في السودان بره. وهذا بمثل وحدة السودان لكن مش وحدة السودان اللي بيقولوا في خرطوم ده. ده وحدة السودان بتاع أخوان. ده وحدة السودان بتاع الشمالين. الهم بيقول البلد مش بلد بتاع السودانيين كله لكن لأشخاص معينة. من يقولي إيجو مير نوبي فارنوب فارنوب جو سودان كجم واتر بيرنوب راو فتر راو نير نوبي النجم الأصفر كيلو ما 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 مرن ده بورينا السكة نوبا جو ده بورينا السكة نحن ماشيين وين نوبا جو وانا وانا شوكا it constitutes our vision الناس فيكم القرى البايبل وقد ولدوا سيدنا المسيح كان في ثلاثة ناس علماء wise three wise men كان يولد يوسف they saw a star
And they follow that star. So the people of the New Sudan have seen this. This is start. Sudan mana nyen tiro mana gone arange. Borina nehna ma shin wen. Tiro gone nyu ta gone wan waka wan ji Sudan mana nyen. Ne ya mana beta al alam nehna rafana. Ba enno alam mana tiro mal chen ba dira tiro mal ba alam ma ja to leje. Ani bo wadi le sultana gada. Ne ga gada. والعالم ده بقى بيره ما انا بفيدو بمن كلمتكم بعد يوم عظيم يوم بتعرف العالم وعاوزنا ناخد الفرصه ده ما نقول كفرنا نا كنا كريتي عشان نخاطبكم كفرنا كنا بالنسبه للحركه الحركه بتاعكم بتاع الاسبيا لا ما اسبيا ليه وكما ما نقول انه كما مره نحن الحركة بدأنا في سنة 83 أننا vision mind جماعة الكلام نحن بقول كلام بسيط نحن بقول السودان ده السودان مانا غاني ده بلد بتاعنا كلنا وانا وكوني السودان مانا غاني مانا غو كوبر سو كان انت من شمال ولا من جنوب ولا من غرب ولا من شرق السودان ده بلد بتاعنا فانا جينا دانا من غير شمال ولا جنوب ولا يلو كنت نتير ولا